دكتور محمد، يعني البشمهندس بهجت الكردي أشار إلى شيء هام للغاية، وهو أن الروس والإيرانيين نعم يتحدون فيما بينهم، لكن من أجل مصالحهم فقط دون نظر للمصلحة العربية، وبالنظر لهذه الدروس من التاريخ تشهد بالفعل بمثل هذه الوقائع. بماذا تعلق؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من النبي بعد. أما بعد، أنا دخلت الآن قبل قليل واستمعت إلى آخر ما كان يتكلم به ضيفك الكريم. ما لحقت عليه هو 100% وأوافقه على ذلك. نعم، احنا كيف كانت العراق، كيف كانت العراق وكيف أصبحت، ثم بعد ذلك سوريا، اليمن، لبنان إلى الآن. نعم، هؤلاء كلهم المعسكر الغربي والشرقي، الشرقي طبعا هو اللي هو بقيادة روسيا ومعها الصين وغيرها، والغربي هو بقيادة أمريكا ومعها الدول الأوروبية إلى غير ذلك. الأمر أصبح واضح. إذن هؤلاء لا يبحثون إلا على مصلحتهم، بل ولا يستطيعون ضرب المسلمين أهل السنة إلا عن طريق إيران الفرس. هذا أمر ثابت عبر التاريخ، هذه حقيقة لا يمكن طمسها، ولا يستطيع أحد من البشر أن يطمسها أبدا إلا من كان لا يفقه في التاريخ ولم يقرأه ولا يعرف شيء في العقائد. نعم، هذا ما نشاهده نحن في تاريخنا المعاصر، وهو امتدادا لذلك التاريخ القديم. الآن يسبون الصحابة، هؤلاء يقولون نحن سننصر السنة. بالله عليك، كيف سينصر السنة؟ بل بعضهم يصرح لمن من شيعة إيران، ونقصد بهم هؤلاء الموجودين الآن على الملالي والذين هم يتبعون ولاية الفقيه، أصلا لا نستفيد من الدفاع عن غزة أو تحرير غزة. هذا أمر مكشوف بالواضح يعني. وأمريكا وحلفائها وروسيا وحلفائها كلهم لا يريدون إلا مصلحتهم الخاصة، بل ولا يستطيعون نهب ثروات المسلمين أهل السنة والاعتداء عليهم بما هو يحصل عبر التاريخ، وآخرها اللي هو طوفان الأقصى، إلا عن طريق هؤلاء الذين ينتسبون إلى السنة. ونحن نشاهد المسؤولين في حزب الله سابقا وليس الآن، فيه من هو كان موجود الآن يعني تقريبا من 6 سنوات هارب فيه، وهو من الرموز الكبار من لبنان، وهو هارب في أمريكا، وغيره الذي كان رئيس الحزب، رئيس الحزب قبل هذا الموجود الآن يعني اسمه نصر الله، وما ينصر ما ينصر في الله. هذا أمر مكشوف يعني. حتى المسؤولين من حزب الله المعتدلين يقولون نحن الآن نضطهد، وهذا الشخص لا يمثلنا ولا يمثل لبنان ولا شيعة لبنان. يعني المسألة يمثل، هؤلاء يمثلون ولاية الفقيه الخامئيني، خلاص. نعم. قبل الدين، قبل كل شيء. نعم. إذن حقيقة أمر خلاصة، هؤلاء في الغرب والشرق على مر التاريخ وإلى تاريخنا المعاصر وإلى هذه اللحظة ونحن نتحدث، لا يبحثون إلا على مصلحتهم وتحقيق أهدافهم ونهب ثروات المسلمين، ولا يتأتى إلا عبر التشيع، ونقص ليس التشيع كلهم، وإنما الذين يعتمدون الملالي ويعتمدون ولاية الفقيه. نعم.